يلا حبيبي، اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اهلا بالجميع. يا ميازاكي يا جزمه، نعم. يلا حبيبي، شكرا يا عزام على راسي. واهلا وسهلا. بثيت عشان ما تسيطر علي سطله الاكل. اوه كرسي وراحه نفسيه، من زمان ما سويت كذا. يلا حيهم، يا اهلا وسهلا. لا اله الا الله. قبل متى؟ قبل 3 ايام 4 ايام اشوف القديمين عندي في الشات، قلت لهم جيبوا لي عصير. سبحان الله، كانك تسمعني. جيت بنفسك او هم اللي جابوك؟ ما ادري. يلا حيه، يلا حيه، اهلا وسهلا. ويلكم باك. متى البث؟ تقول لي بعد الساعه 12. تم، يجي كريد بعد البث واحلى ضغط. وش يبغى ذا؟ طيب انت اي واحد فيهم؟ اي 11 HMMMA 11 LAAA. عموما يلا حيهم، ما علينا، متخلف قاعد يكلم نفسه. عليكم السلام جميعا، يا اهلا وسهلا. يلا حيهم. شوف، مبدئيا ثلاث محاولات. طق طق طق. ما تكلمني، بس اشتقت لك والله. الناس اللي مشتاقين لك اكثر مما انت مشتاق لي، او مشتاق لتويتش بشكل عام، يبغى لها كذا بث مع الضحكه الطويله، بث كذا تسليك، عرفت؟ بساعة ولا تسحب بعد سنه، يبيلها غروري. ثلاث محاولات. والله كل شيء بخير الحمد لله، ما عدا اني طايح في هاللعبة القذرة اللي مسويها السافل المنفوخ الوضيع. بسم الله. يقدر، حتى فقدت اللمسة حتى في القمار، مع اني ساحب يوم واحد. عليكم السلام يا سهيل، يلا حيه. ثلاث محاولات ميلينا. عليكم السلام يوسف، عليكم السلام. اللي يسلموا كلهم اللي هنا، منهم ميلينا ولا اللي مسيفين عنده آخر مرة؟ بدخل عليها ب 75,000 سولز وطز بالفلوس. ما أبغى أطور. كم ليفلي؟ 132. خلاص كفيت ووفيت. بس تذكروا الثلاث شروط. هذا من نفس المكان ولا أنا مضيع؟ عليكم السلام يا بودو. الثلاث شروط: ما يكون في سم ولا نار حولها بحيث أني غصب أبعد، ما تحتاج السحر، ما تجيب بطانة. إذا توفرت أنا ما أدق على البطانة، ما أقعد إلى بكرة إلى بعد، أنا ما ودي أخلص اللعب، فما عندي مشكلة أني أتمرمط، بس لا تجيب الأشياء القدرة هذه. عليكم السلام. لا ما ختمت. عليكم السلام مرة ثانية. ميلينا بليدوف ميغيل، بس هذه هي. بسم الله. أح وش فيها؟ طيب راحت واحدة كذا على طول. جلدي 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 جلدي. لكن والله لرجع، عارفين الكرامة، ما احتاج اتكلم. ثقة عمياء. يا عصير والله انك فطفوط فعلا، انت من زمان عن الدنيا. تدري هذه قاعدين يهددوني فيها، البوسة اللي قبل شوي يهددوني فيها قبل تنزل اللعبة. وميلينا وميلينا، وبتدعسك وبتفقع وجهك وبتذلك. هذه اول مرة ادخل عليها، ما اعرف ولا شيء، وهي على كلامهم اصعب شيء. يمكن بطقطق علي ايام فريده والله. يعني شوف شوي، كنت احفزك ليخرج اجمل ما فيك، وتحفيزي خلاك تخلص النيمليس اوف ستريم من اول مره. سوي جلتش يقتل من ضربه واحده. لا ولا تعلمني اياه، انا ابغى استمتع بالفايت. اصبر اصبر دقيقه. الشرابيه كم قلنا؟ ثلاث محاولات صح، راحت واحده. خل نفهم المشهد. بس الحلو انا معها سيف، اتمنى انه ما يتغير ذا في الفيز الثاني وفجأة تتحول ثعبان وسحلية و... طيب شخ شخ شخ. طيب حلو، حفظنا اول ضربة. جيب بطانة اللي بيجيبه. لا بالعكس، الفايت في سيف. بدل متخلف. واضح انه متوتر من تشيلسي، بيحط حرة التوتر فيكم. ستني يا بنت. ايوه الساتونيه، ما تطول، متستنه. بس يخرب بيته. طخ طخ طخ. هذه طق طق طق، هذه طق طق طق. شفتوا طق 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 اللي دائما انا هايط فيها؟ سويتها على مخي. طق طق. شخ شخ شخ. انا طايح. بس حلوه. ما لحقت على القمار. وانت تتوقع بكل قمار الوحيد في 90 قمار بعد هذا عند نفس البوسه. خلوني اشرب، خلوني اطول.
إذا بوس كذا سيف وشخ شخ شخ عادي نقعد بكرة بعده 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 أقعد إلى نهاية رمضان عند نفس البوس. على فكرة ترى لعبت أوف ستريم اليوم، لعبت ساعة ساعتين، لا أقل من ساعتين. طيب ساعة وشوي. شيء تراها تهيل إذا ضربتك أي 11 شاة. هي اللي ضربتني؟ والله يعني شوف معلومة ما أحتاجها، تدري ليه؟ لأن بخليها تضربني كم مرة وبعدين بصفقها نوهت. قلت لك سيطاني يا ديفر قبل سنتين قلت تخلص ستامينا عشان وقتها ايش؟ اوكي طيب وش رايك اني بخلص ستامينا وبدعسها؟ هذا قاعد يطعن البشر كلهم. لازم تعرف ان النصائح العامة هذه ما تنطبق علي. عليكم السلام يا عدنان. بس 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 بس. شوف ثلثي عبي بسف اموره طيبة يا ربي لك الحمد. اعطهم اليد يلعبون بدالك لو اقدر عادي بخليك دور لكل واحد في الشات ونشوف من اللي خلص نسوي قمار عليه. يعني البوسة حلوة كل حتى كمشاهدة شفت وشون شخ شلخ حلوة حلوة البوسة حلوة. بسم الله. طيب الله من اللي حاط 250؟ عبدور الصيني حاط 1000. خذ 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 يا عبدور. طيب ثلاث محاولات هاي ما صوت هذا وش بطع 3-1 ما نقدر نقول شيء 3-1 سلامته. ترى تسوي حركة آشن أو فأشنة اللي شخ 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 حقت أي فيز؟ لأن أتذكر كان 67 فيز هذاك. يا ولدي يا أمي أنا مساعد. أنت مبسوط على هذه؟ أنت ما جيت عند البوس الثور؟ في بوس ثور عقرب دعسني مرتين رجعت بالطريق اللي جيت معك. قلت والله ما قابله لفلت 50 ليفل مدري 30 ورجعت له مرة ثانية زي الهوهو. شكرا يا ستنشي. عليكم السلام. اللعن. طيب شخ شخ وتوقف السلام شوي. السلام عليكم اي 11 هذه ور بعدين شخ يبغالي اترك ال2 مؤقتا. شخ 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 شخ. طيب راحت الاولى بالله عدوا معي الا السي اي اي مو موجود رجل المخابرات عرفت. خلوه يسوي اللي يبغى خلوه يطعنكم بكيفه يطعنكم وما يغثني. هذا ما توقف عند حد. تيش فاشل تمش انا اصنع محتوى يا عصير. انت يمكن من زمان تويتش ما تدري وش اسرار النجاح للستريمر. اسرار النجاح يا تزقح عليكم السلام انك تصنع محتوى لا مستوى. أنا أبغى أطول البث ولا أقدر أشيلها من أول مرة بس شو الفائدة؟ خلاص استامينا استامينا الديفيرو ديفيرو قول استامينا ألع شخ 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 بعدين ور كبيرة فوق. أوكي كبيرة فوق حلو. عليكم السلام يا دارك. البلدية ما تتبلد تتستن تتزفت. طلب 5 دولار شكرا وزعلان وش سويت له هالقرد مدير الرمي العشوائي. يعني هل يحتاج انك تسوي شيء؟ انت قلتها بنفسك مدير القرد العشوائي مدير القرد مدير الرمي العشوائي ما يحتاج تسوي شيء. عليكم السلام يا ابو ابكر اهلا وسهلا. طيب راحت الثانية صح؟ اظني بخليها وقت لان العد صعب وواضح اني بقعد عد كثير اليوم. دقيقة وعلى بركة الله. لحظة انا عرفت ليه قاعد لكم عرفت ليه ارقام. عليكم السلام. حلو يا بنت الحلال شخ شخ شخ. شوفوا انا يعني متفائل ان في كذا
النص الثاني من دمها انها بتصير غثيثة، لان اللي اشوفه حتى الان انها اوكي صعبة بس مو مرة يعني، مو على قد الهايب. رضوان كان غث شوي. خوف قاعد ترسب لك بطانة، ولا يجي اخوها ولا احد كذا في الصفات زي ذاك الدبدوب العجينة. يا شخ شخ الارض. بسم الله، يا اهلا وسهلا، يلا حيا خير ونعمة الحمد لله. النسبة 0%، تبغى فوزك يا خم. بسم الله، اخر ثلاث محاولات هي، بعدين نتفاهم. بسم الله، بس حتى الان قابل للفوز يعني. ويلز شكرا على $5، الله يعوضك اضعافها. بسم الله باك اخي، ويلكم باك. شوف سبحان الله، اول ما جبت طريق جيت. ايه رادانا غث، والله كان غث الصدق يا رجل. خل هذاك العقرب الثور اللي في الجبل الحوثي، والله مبدئيا اغث من هذه. اهلا وسهلا، شكرا، على الاقل بالنسبه لي يعني. نسيت كلمة السر الفوزية. ما لحقت على الطحان قبل النيرف، وهو ما لحق البطانة قبل النيرف بعد، ولا كان علوم على كلامكم طبعا، لأن ما أتذكر كيف. تشخ تشخ تشخ. أوكي، أول معلومة أن ميلينا ما تخليك تهين، سجل عندك. وبرجع ما اطفش، ما اقول والله بروح البوس ثاني، لا لا لا، بعد عسى. بسم الله، ايه على بركة الله، توكلنا على الله. قدرت تزمها بدون البطانة، انا اعطيت شروطي قبل ما ادخل عليها، قلت اذا ما في سم، ما في حواليها نار، ما تدق على البطانة، ما اجيب بطانة، لان الفايت حلو. بس ما ادري ايش بيصير الفيز الثاني حتى الان، استمنى ان تكمل كذا بالسيف طول الوقت. انا ليه انسى اسوي الحركه السريه حقتي؟ اوكي سيفها طويل. زورو شخ، قالت لي شخ، هذه الثانية ترى هذه تاخذ من دمك ودم البطانة وبزي موهج مع غمزة. لا تلمح، بطانة ما فيه، بطانة ما فيه. شوف إذا عنفتني ثلاث بثوث وقتها أفكر في البطانة. وصح معلومة سيفة طويل، لا شفت يا... نعم والله أنا قاعد أتعجب من الطعنة اللي قبل شوي. أنا شفت طوله يا حبيبي، تعجب. بسم الله، البث للسحور، في مباريات وفي بث السيسي المتخاذل ما يبغى يبث أكثر من ساعتين، فقلت أنا أتكفل الموضوع ساعتين وهو ساعتين. وفيها أولاد الثانوي تشيلسي وهم يعرون الريال بإذن الله. طخ طخ. حلو، ستانية واردة. سجل عندك، عنده سجل. يا ساتر، شو فيها عصبت كذا؟ عليكم السلام يا محمد، هذه كم، الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا سامي الفازلين حق الدم والثلج، ايتم ما استخدم انا وسيفي. كرامتي
وكرامتي بسم الله. بخليها بالدقائق، بخليها بالدقائق. دقيقة وزعت أنا 100% نسبة 100%. نخلي 10 دقائق، 10 دقائق. بسم الله، عين دال، صوت، عطني منبه. بس أول ما أدخل عليها بهذا. بناخذ بثار الحمير المخططه وسيد ذوليك بحول الله A11 LA. ناخذ بثار الحمير، دعسينك العام، خذ بثار نفسك أول بعدين فكر بغيرك. أصبر، بغيت أحط 20 دقيقة، جحفلكم 10 دقائق. بسم الله. وش اللي ساعة؟ أوكي يلا. عليكم السلام ريوح. أتوقع سيفي أعلى من المكان، يعني المفروض أني جاي كذا بدري لأن قاعد نص استني يجيها مع كل ضربة. ما أتوقع هذا منطقي. ليفلي وليفل السيف أتوقع أعلى، بس لا تزال صعبة يعني. أنت بدي العدد تأي 11 أوكي أو سم. لا هي كذا أوكي كويس، ريحتوني لأن ما أبغاها تستخدم أعذار، عرفت؟ بلادية لا تسوي له شخ 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 شخ. أيوة عندها ثانية بعد هذا. فوفوفوفوف بيتدمج بسرعة. أجل على كذا سرها في الفيز الثاني، ما هيطف فيها عبث وهي كذا تدمج، في شيء بيصير. أتمنى ما يكون بطانة ثانية معها. أوكي هذا 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 اللي بيصير، هذا اللي بيصير مليون بالمية، هيطف فيها عشان ضربها هذه. أنا عارف خلاص، ميت طق كذا على طول. بس ما عليه 10 دقائق. تتو إيه والله إني شفت وش يصير، خلاص الحين عرفت. لكن راجع لها، راجع بسيفي وكرامتي. يعني السر إنه طيب سؤال، لو أنا قاعد تضرب بطانة أنا مستحيل أدق عليه حتى الآن، بس لو أنا يرجع هيلها ولا لازم تضربني أنا؟ بس 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 العدو تعالي. أدري إنه وقت بس عادي، أنا فاضي، أنا بهزمها نفسيا ما عندي مشكلة، أهم شيء ألعب بطريقتي. بعدين أنت أزرق مصوت عشان النسبة، ما صوت لأني بفوز. تبق نعم، تذكر نادانا هزمونا نفسيا، الموضوع النفسي مهم في المعارك. استنتاجي استنتاجي ان صعوبتها في الشخ شخ 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 وانها تهيل، تهيلك بالضرب. الضرب السريع تنحاج بيت قبل ما تبداها يا ما اقدر اقوي، اذا حذفت الرد بقراه على طول. ثاني شيء انها ترى ما تفرق، يعني هذا شيء بتعلمه مع العادات. درع ما استخدم حتى لو قلت لي انه يساعد، واني اروح بعيد هذا غالبا اللي بيصير اذا تفقع وجهي كم مره. بزرنت نعم، ممنوع التغشيش، لا خذ راحتك، واذا طعنوك بقرا ردك لا تخاف. انا بالعكس اقرا الرد المحذوف واترك العادي، موضوع نفسي تعرف، كل ممنوع مرغوب. ما اني ما استفدت لان زي ما قلت ما استخدم درع، انا وسيفي وكرامتي فقط. عليكم السلام يا هوبو.
البطونه في البطونه بطونه شخ 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 شخ. بعدين هل هذه فيها تغشيش اني اروح بعيد؟ واضح اني اروح بعيد لانه مستحيل ما لها حل ثاني. هذه عاد ما ادري وش حلها بس دوج على قدام نصيحه للقذره اللي حتى اللي ما لعب دارك سولز ولد الرينج يقولها لك دوج على قدام. عليكم السلام حس حوز يجي تقرشات. نعم هذا بث يعني ما استهلكت فيه ولا 30% من الطاقة ولا اني مستاجر جاي بس اضيع وقت عشان اهزم سطلة ما بعد الفطور. بسم الله بس 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 بس. شخ شخ حلو. أبادر يعني أنا اللي أضرب أول. إيه تشتكت أيام سكر وسيف بسيف أمور طيبة شوي كذا سريع. بسم الله بلدية احسبها ضربة عادية يا اخي كل ما وقفت في الهواء يجي في بالي انها بس بتنزل تقول شلخ وخلاص. بس ما علي باقي 3.5 يعني يمدي رنين نلقم فيهم ونوزع بإذن الله. ويلا يلا والله لو ادري الوضع كذا كان جيت من زمان مع ان الطريق حقها قذر بس انه يعني الفايت حلو. عليكم السلام يلا حيا يا اهلا وسهلا. بسم الله شرابية ايوه تكفى ايوه يا عمري لاني كل شوي اقول بسوي الحركه وانسى بسوي الحركه انسى. الحين تذكرت. بسم الله على بركه الله. لازم ما تتكبر على اصلك ولا تجحد ماضيك. بسم الله عليكم السلام. تتذكرون بدايه اللعبه ختمت نصها كذا ارجع لان هذا سري بس مو بكذا عاد. سراويل 9-9 هذا ثقيل بس خلاص. الوان تصد ما ابغى صد انا كل اللعبة بدون صد اجي اصد على خير ما له داعي. طيب اتوقع اللبس ضروري عنده والله اعلم. اتوقع انه لازم شيل الشارم حق الوزن. لا بحتاجه صدقني بعد اللي شفته بحتاجه. حط بالوزن الثقيل. الله عروسة اصبر يا الزرق نلقم كذا ولا كذا خلنا الله. عرفت الحرامية اللي يلبسون عبايات ويدخلون يسرقون ما يسوون فجأة تم القبض كذا اشكالهم جيك لابس عباية وكذا وجهه تم القبض على بركة الله. يلا تعالي بس 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 بس. انا ليه انا شوفوا انا الان في المرحلة القردية في مرحلة قردية انا العب فيها ضد كل البوسس في البداية لين اتعنف وابدا احفظ. انا الحين في المرحلة هذه قردية اللي ما استوعب هي وش بتسوي. لا انا ابغى اضرب انا ابغى اضرب. عرفت الفريق اللي بس هذه حقت
أبيت كورة ما حد بيفهمها كثير. بس عرفت لما يكون فريق كذا زبالة ويفترض عليك إنك تدافع ويجيك مدرب يقولك لا بهاجم يلقم 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 لا بهاجم، أنا قاعد أسوي كذا. احفظ اصبر. يا لطيف متفادي السنهي مع لعبه السنهي اي مع طعنه السنهي 11 سي ال اي. شكرا يا مد، بس لا تمدح واجد تكفى. السنهي 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 كلمة السر في هذا الفايت لغة الجسد. هي تضرب سيف كثير بس ما تدري وش الضرب اللي شخشخ وش اللي شخشخشخ، فما لها لتقرأ لغة الجسد. بسم الله. ليش تحطون 250 ألف واللي ضدكم أصلا ما حطوا شيء؟ يعني يكفي إنك تكون أعلى واحد في الحمر وخلاص، ما يحتاج تحط 250. بسم الله على بركة الله. حلو. توكل على الله. فطيسة was taken. فطيسة was taken. فطيسة was taken. يا عليكم السلام. الله. شبوشك. يا شر. إيرة. استعجلت. بس 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 بس. الساتونية الساتونية هذيك الطويلة. عليكم السلام. شو انا اشوفها واقفة للحين مخي ما استوعب. قلت لك ما انا في المرحلة القردية، انا الان قرد للحين ما بعد دخلت فيه. يعني الحين تقريبا انا وبنزر زي بعض. تحول ادمي بعد كم محاولة. مساء النور يا ممات. بسم الله. هذه سريعة. يا اخي ليه تشخ تشخ تشخ؟ والله فعلا يبغى لها صد، لكني لن اصد لن اصد. توقعاتك مباراة اليوم 4-0 تشيلسي. شخصيتك اسمها بنزر. نعم، وهذا السبب اني في المرحلة القردية للان. الا يمكن اذا دعست يمكن اجرب الصادودية كيف عندها، بشوف الوزنية عندي. شلخ الربيع. لغة الجسد لغة الجسد. وقت الزفت. دقيقة كم باقي وقت؟ باقي 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 اوكي، باقي بالضبط 7 دقائق. يعني اتوقع فيها 6 خسائر تقريبا. 6 خسائر. بسم الله. بونجور مسيو بوسيكات. خلنا نشرب شرابيه.
عليكم السلام. أهلا وسهلا. شو شيء تخوفها بعدين تضرب. يا حكمة يا حكمة يا شايب. أوكي هذا طويلة. أفضل شيء معها سيف سريع. أصبر أفضل شيء معها تروح بعيد. ولا سيف سريع بس هذه مشكلة اللي أعتمد على سيف واحد وبشيلها بس سيف الواحد. أوكي عندها شيء جديد ور. صح هذه شخشاخ. يبغى لها شيء زي كذا يقول لك حارب الذا بالذا. بسم الله. كم باقي تقول لي؟ 5 دقائق ونص. هذه فيها صياح فيها صياح. بسم الله. عن ذنكم بروح نحت التشكيلة في وادي برد. كم مرة تسوي من هذا اللي عن ذنكم روح ما حد يبغاك. كم مرة تسوي لين اموت. سويتها 3 مرات احسبها مرتين. يلا ما عليه. كم باقي تقول لي؟ 4 بس. عندي على بركة الله. كيف نفسك عال العال؟ انا مبسوط مبسوط. شوف انا صدق اتعنف عندي بوسي كذا ولا اشيل القذر. شد حيلك يا سبك. شلته في اخر بث من اول محاوله اللي فيه زي في دنجن. ياهو يطفش وممل اللي ما ادري ايش اسوي بالارض اذا قربت منه. الغايه المتعه للفوز. خوفت كذا من بعيد. حتى الآن سهل التعامل مع أغلب الأشياء اللي تسويها. من اشترك سلوشن شكرا. عليكم السلام يا سمكة. يلا حيهم اثنين. شوت برجله. طيب سيف ليه؟ مش فايدته يعني. استوعبت على خير انها بتسوي هذه. انا اقدر اشيلها بس تدرون متى؟ تذكرون مكان البدايه اللي فيه ابو حصان تجينا هناك في الساحه الكبيره عشان تعطيها ما يردك الا الماب الثاني. بس هنا مكان مغلق يا اخي ما تقدر. على بركه الله. والله يبيلها الفيز الثاني القمر عليه. الى الحين ما شفته مع اني قبل شوي الظاهر وصل لهلثها نص اتوقع. بسم الله. شخطي شخطي.
اوه هي كانت في الهواء. بالله ما استوعبت، واضح اني فهيت شوي قعدت هوجس. ايه بسم الله على بركة الله الطاقة. سلطة الفطور؟ لا لا مسيطرين، ما كثرت، ما كشوي رز. بسم الله. عليكم السلام يا بنكون، يلا حي يلا حي بركني. البطانة هي اللي تحتاجني، هو إذا بغى اتصل علي، أنا ما أطلب أحد. دام ايش موجود بنشيلها خلاص. باقي زيادة؟ بايرت على راسي، شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا البوس الأخير؟ لا. هذا بس إذا رفعت السيف على فوق يبغى لي أركز. يا شخشخ يا شخشخ. بسم الله. البطانة. البطانة. لازم اعرف، لازم اتاكد ان هذا تسترت بتسوي فبروح بعطج عند الباب بشوفهم، بشوف اصح رن المنبه معلش، بشوف الخطه بعد شوي. كفو 1% صح يا حبه حبه، قاعدين نزيد حبه حبه. بسم الله. عد يلا روح جهز المنبه. وبسم الله. ستارت. اصبري اصبري بشرب. شوف الخطة اللي بسويها تنصدمان. بس 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 تسحبها ورا عشان اذا طارت تروح عند الباب تصير انت بعيد. شكرا على الفولو، اهلا وسهلا. يا شاخوخية يا شاخوخية، شخ 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 شخ، وللحين قاعد يهيل الهلثة. حتى وانا ميت تاخذ مني الطاقة. على بركة الله خلنا نمشي. شرابي المفروض يا أخي أنا أرسب بالشرابية على طول عشان ما أقدر أشرب كل شوي. أهلا وسهلا. قمار الفيس الثاني؟ لا إذا طولت بنسوي قمار الفيس الثاني، لكن الحين لا، أموري طيبة يعني. أتوقع هذا عدد إعادات طبيعي عند بوس بحجمها. هذي اللي على فوق. شاخوخية. اوف. طيب بجرب، كنت بجرب اني اخذ كذا يوتير وارجع لورا وقد الفلف فيها، بس اتوقع انا ما اقدر. اتوقع انا ما اخذت يعني ما اخذت فرصة اني اطبق الخطة، بس اتوقع انا ما اقدر. بسم الله. شرابية. طلع السيف. خلاص. عموما الوعد اذا كمل بث ساعتين.
زي ما سويت آخر ثلاث بثوث. تدير ظهرك بميدان المعركة مع هذا الشايب هكذا. ألا ألا أنا جبان خواف قذر يا أخي تشخشخ واجد. لحظة معلش بوقف المؤقت صار وجاي. هلا بسم الله. وكم وقفت الوقت؟ 6 دقائق و20 ثانية. شغل وقت بسم الله. الدخولية الشرابية الهيلية نبدأ الجلد. أنا الحين في مرحلة القرد لأني متحمس، وإذا أنا تتحمس ما أعرف أركز. صح هذي شخ انتين. للهيل سوي كراوتش قدامها وهي بتسوي كم باقي؟ 5 دقائق. يلا بسم الله. هو التحكم بس خذلني، لكن كتكتيك اتوقع انا اشوف نفسي نجحت. تقييمي لنفسي يعني. رد الممك ممكن احتاجه كقوة، بس ما احتاجه كمتعة لأنه مستمتع، ولا اتوقع بخلص هذا الشيء بدري. بس 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 احا قيمك البوس اذا كله كذا 10 من 10، اذا كله كذا، اذا ما صار في غدرة و بطانات وسم سحر. شيل الميمك تحت هذا بسم الله. ندخل ندق عليه. شكرا انك ذكرت. بسم الله دق المكموك وزبن. بس 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 اي بس 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 لكم كذا من البداية على طول. اوكي تطعن. اوكي فهمت حركة ثانية. حفظنا حركتين من العشر، باقي لنا 8 يعني راح 46 دقيقة.
بعد ساعة نص بنصير حافظين أربع، بعد ثلاث ساعات بنصير حافظين ثمان، بقيت ثنتين ثمان يعني قربت. عموم ما يحتاج قد أحس. بسم الله. على بركة الله. ألا ألا أنا متخلف. قفزة القفزانية كل أنا قاعد هنا قاعد ورا وهدفي الباب، هدفي الباب هذاك إن شاء الله بعد شوي. تعالي تعالي واسق الخطوة يمشي ملكا. لكم طيب اتعزل الباب، الباب الهدفي يا اخي. لاعب بطيء في شيء يسرع. خلينا نشوف انها تلزمة. تدرون البقاق فيها رون تسرع مشيتك 10%. هذا الشيء من الاشياء القليلة اللي ما سرقها البقاق، وسرق أشياء واجد، بسف وحصان وذا، بس ما سرق هذه. بسم الله. سرعة اللاعب، سرعة اللاعب. أنا عندي الحل. أنا قبل شوي لبستها لأني كنت أموت بسرعة، الحين بس أقرأ المشهد ما أتدمج، خلاص حلت المشكلة. كم رقم المحاولة؟ هذه الرابعة بداية البث أو الثالثة ناسي. صرت خفيف. وش اللي طررا؟ وش اللي طررا يا مطر؟ اوكي اللي تشوف اللي تشوف طررا طررا. بسم الله. عندال روح اشوار تحطها لسلاحك وكون سريع لعبك، بس تكون مكان الالتو. انا ما ابغى استخدم ايتمات، هذه مشكلتي. فطيسة was taken. اكمل انها كرامة تفرض علي. فطيسة was taken. اصبر كده لايت. بسم الله. شكرا يا شلمبوح. عليكم السلام ورحمة الله ومبارك علينا وعليك. يلا حيا. السلام عليكم. مبارك عليكم الشهر جميعا. الله يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. بسم الله. على طول ما عنده وقت. إذا تحاول تشترك عندك اشتراك يمكن معلق عندك. يا أقصد بعوضة.
ترى تصير لي دايم، تصير لي مش كم تويتش نفسه. انا اشوف ما عندي اشتراك وبجدد، بس انا اصلا عندي اشتراك يطلع لي تقريبا نفس الرسالة. بسم الله. ضربات السريعة تحتاج دوج أسرع، أو إنها تحتاج صد. بس لأن أصد، صد ما أصد، الشعب صد ليه؟ استيعاب يا دوبك، لا في نفس الوقت هي تسويها بسرعة. بسم الله بسم الله بسم الله. عليكم السلام يا ريحان، عطني أقوى درع في السوق. هذا 136، شيل هذا، تعالي عندي على بركة الله. قد نتعلم لين نضبطها. أدد أصبع شرابية. بر 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 بر. بس حلو انها بوقت. شخصية حقتك وارير اتوقع. ساحب على البر. ايه عادي اسحب عليه طول لعبة واسويها الحين واتقن. ابو تشوف الاتقان بعد شوي. مثلا المباراة الساعة 10 صح؟ الدرع يخرق الاتفاقية. انا بخرق مخك انا. اتفاقيات اول يمكننا على وفاق الحين خلاص. بسم الله ابغى اسوي الدرعية على هذيك الشيء الورور. يعني شفت الصدى كيف؟ شفت الصدى؟ شوف 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 هيلثي. عرفت ليه؟ عشان معي درع اللي صد اصلا ال2 ولا ال1 يضرب ال2. لكم تقفل وقت المباراة للاسف. ايه ربك قبل امس بات 7 ساعات، المفروض اسحب اسبوع. 7 ساعات في نهار رمضان تخيل. عليكم السلام يا ابو سنتوين، اهلا وسهلا. صارت سكب. شد حيلك يا السبك. بدأ الاتقان يظهر على محياي. شوف هيلثي فوق قاعد يقول تس 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 يا عبي كذا. أنا نكسب وقت، نكسب وقت. أنا اليوم براء من الأزرق، ما أبغاكم زرق. كم ليفلك؟ 132. طيب شفت أقولك الهيل تس تس. ليش أنا رحت أموت؟ عشان تعرف أن فائدة الهيل البطيء ذا في اتفاقية ثانية أنا بخرقها. تعال خذ يا أسبام الأرض عشان أعلمكم أنها مهم. الطق طق طق. ولا كنت بقيت زيادة على بركة الله. هلا
اللي صرت تقول لي الون صح؟ تعالي تعالي بس 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 حاول تصد بس ماشي. ليش هذا اللعب المتخلف يلعب زي الناس؟ الحق بنزر نواف، الحق بنزر. يلا شيل شيل، ودي حوش ودي حوش. الا حق امون قص هذا حقك اللي في الشات، راح ورى بنزر قل له شوف ايش حطيت في الشات. الله حلو. يلا بسم الله. ويلا حي الشات. كم باقي وقت؟ باقي 3 دقائق. اوه ايه طلعت هيل حتى لو صديت الدلة لا تدند. والله لا أصد لو قدرت أصد. إيش رأيك؟ شكرا نواف على الاشتراك. مت مطعون. أيوة شو شو شو؟ ما يصد. اصبر. شكل الدلة غلط. عجبك شلة. كن واثق. انا واثق اني بموت. ما عليك. اوكي هذه سهلة نوعا ما. نفس السهلة. اوكي بتسوي ال بسم الله. خطا ما اقدر. هي تجي يقول لي انحش. استهبال هو. يلا على بركة الله. كم باقي وقت؟ كم باقي دقيقة؟ بسم الله. اجري يمديك انت شفت قبل شوي. الا لو حطيت السيف في الجيبي وركضت. تقدر تغير توزيع ليفلاتك. ايه عارف عندي هذيك جارة القمر بس ما ابغى. قلب $1.20 شكرا كريم مصطفى بن دمه على المفدي بالملعب يا من في قرن دموع الفرح دموع الفرح دموع الفرح دموع الفرح دموع الفرح دموع الفرح دموع الفرح. بسم الله. طيب شخ 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 15 14 13. ما اتوقع يمكن ان ندخل محاولة جديدة. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. بسمعك المنبه لين اسوي قمر جديد. اي اسمع 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 اسمع. لين ندخل على البوسة. دخلنا على البوسة خلاص. يا سوينا ستوب. طيب حلو. الالتو لا تسويها. هذا اول يعني اول درس.
مساكين بسع صاح صاح يا بي يصيح على بركة الله شرابي. يلا جالس تعلم محاولاتك؟ لا لاني في الوضع القردي للحين، اذا كملت ساعة ببدأ اتعلم. لا ساعة لعب فعلي، لأن في توقفات، في قمار، في بين كل محاولة محاولة. فطيسة was taken. فطيسة was taken. فطيسة was taken. يا اخي ما ادري شو اسوي له، هذه الى الان هي اللي الوحيده. الضربات الباقيه اقدر اتعامل معها، بعيد كم مره بحفظ. هذه ما ادري صراحه، مع هذا بفوز. اركض يا اخي، يا اخي استيعابي بطيء، يعني على ما استوعب اقول هو والله في الهواء اللي جاي على طول. بسم الله. ضربته ويهتجم يكون ايه ترخي الدفاعات. بسم الله. تعال بس 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 انا اول. كيف برمجت انها اذا اقتربت منك شوي تبدأ تحرك يسار. سهلة سهلة القراءة بس الورور كتب الشاخوخية ذيك الكبيرة. شخ شخ انسى الثانية انسى الثانية انسى الثانية. هذه ميرينا نعم. بسم الله شرابية. على بركة الله. اهلا وسهلا. قردية القردية يا ولز. اذبحها بالمحاولة 57، والله اتمنى 57 ما تكون اكثر. اصبري بهيل 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 اصبري. صار على باقي السنتين خليك على الفاوندر، ما اظن بغيره.
حاط جيمر سايشو. بسم الله. خلى ميسي تبغى لي موت حق ميسي اللي حطه بنزر ذاك يحطه لك عاد. بسم الله. بشرير. رجوله تعدت النص ما تحولت. لا يكون له هل ثاني زي اكثر من بوس ما اعرف الاسماء. ايوه هي بس صوتك كنت بتكلم قول هي بس لو تقعد كذا على الارض يعني الامور طيبه. بسم الله. بس هو في 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 تقدم في تقدم يعني النسبة في القمار الجاب بصير 1%. هذا القمار الفائز الأول. لا 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 اقتربت. بسم الله. إدارة استمنة. أنا شايف لعب القرود اللي ألعبه تبغى إدارة استمنة. أنا أبغى أضرب بس أبغى كذا أقدر أسبب ضربات. بسم الله. تنفع الحق. لا ما تنفع مرة يعني تنفع شوي. خلصت الحمد لله فلتنا منها. بس يعني لازلت أشعر أنها غثيثة. شخ كذا بكل بساطة. بس حلو حبة فلاسك مركب اللي فيه فقاعة وهيل. شيل الهيل حط شيء ثاني. ليه قاعد يقول لي بس 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 وحري. شكرا. حلو ذا. اصبر الكراسي هي صح اكيو خالي له يغمز. بعدين فيه قمار فيه قمار. بقي 30 ثانية. بسم الله خلنا ندخل. شوف على الشخ قال دلدلدلد. قلب $1. شكرا بوت فريند. بسم الله. طيب تسوي الاحمر وبعدين عندال. يلا روح
شكرا يا بوت فريند على راسي. طيب لو قلنا الماكوسية شيل الهيلية. بسم الله. عندك رجل ما احتاج استمنة. لحظة، هذه لازم اشربها شرب عند وقت البلاجندو. ان شاء الله اني اتذكر. اصبر اصبري الوقت، اصبري اصبري 10 دقائق يلا. البث يقتلنا والناس تغوام. فطيسة was taken. فطيسة was taken. اهلا وسهلا، شكرا اهواك على البث. ليش ما تغير بلد؟ لا ابغى اكمل نفس ما بديت اللعبه، نفس البلد نفس السلاح نفس كل شيء. انا وسيفي وكرام. شكلي فهمت غلط، احسب انه اذا كنت قريب تموت يرجع هيلثك فل. اوكي كيف باقي وقت؟ بتسع صاح صاح يبي يصيح. من دقائق واربعين ثانية. عليكم السلام. لو تحط بريدكشن الفيز لو تكون نسبة 10% ما يهمني الصدق النسبة كم، أهم شيء يعني نلعب شيء ممتع. اللي ما يبغى عادي صوت أحمر. ما جاء تنبيه بث، شيل الجرس وارجع شغله، ولا ديسكورد حق التنبيهات اكتب تعجب ديسكورد تطلع لك. حسيتي بالتوتر صح؟ أنا أحس بالتوتر. عليكم السلام مشعل. رايحين فوق. صرف لا مرجل يا شيبت، مرجل يا شيبت. طارت الطيارة، طارت فوق كذا تقول لك بوم. اوكي بس عندي دام انه بر بوم عندي. بس شفت قاعد اتعلم حبه حبه. ليش؟ لانها تو ما سوت الشخ شخ 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 شخ. وهنا الحكمه. بسم الله. خمسين محاوله بقي، خمسين انت احسب اهم شيء. يلا توكي العب المساحات. شايب العب المساحات، العب المساحات.
شفت اللعب على المساحات كيف؟ اوف مساحات يا بوسة، المساحات يا بوسة، والله اني ما ضربت، والله اني ما يا مط يلعن 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 يلعن. اوه قام ضرب ليه ما ادري، قرر فجأة الظاهر عشان ذا اللي شربت العصير الجديد يا مطور، شكله خليك تضرب كذا ضربة مجانية بس والله لا اشربها. هو كذا شاف المطور وصلت الفيز الثاني بدل الشغلات الضغطية. تعالي شد حيلك يا السبك. ملينا نفيقه اي 11 واي. لا تسوين الفوقية تكفين. عليكم السلام يا نحو. كنعاوي يعتقها تكفى. ما يمدي على ما تشيل اللوك وتلتفت طوط 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 وزني 9 كيلو ما يمدي ما لها الا شكرا لله. كم 3 دقائق ونص شرابية. يلا على بركة. بهيل بهيل يا مؤمنة يا مؤمنة. لا تتصل يا بشر. كم باقي كم باقي؟ بسم الله على بركة الله. فلاسك زاد 6 ليه كم لازم يكون؟ باقي لي قراصية واحدة ما لقيتها، ما ادري واحدة ولا لا بس انه باقي داتش. باقي دقيقة. اوكي ما في شيء مهم اسحب يعني. كم باقي؟ كل شيء 10 زاد. لا 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 10 للآخرين. أنا 6 5 يكفي. بس أنا قاعد أصنع محتوى. أبى أكمل على ما أنا عليه. بسم الله. لا أصبري. خل هنا. شرابية. شرابية. يلا. بس بس بس. بسم
البث الجاي، لا الليفل، ليفل البث الجاي 200. ما الفلاسك والله روح ادور مشوار، بس بتشوف الفجور كذا طالع من الشاشه باذن الله. بس تدري ايش الغبنه؟ انا ما ابغى ليفل بزياده عشانها، واذا رحت البوس الاخير يصير سهل. هذه الوريريه، طيب اضربها. جربت كل شيء، قلت مالي الا اضرب. باقي باقي دقيقة 24 23 22 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 12 تسعة. تسمع؟ أعطيك أمل يا أزرق، أعطيك كذا 10 ثواني من عندي بعدين أوقف عند الباب وأسمعك. وزع 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 0%. نعم 0%. ستارت بريدكشن عين دال. حلوة عين دال والله، وزنية مباركة. ما تحس انها كذا ولا تحس انها كذا؟ في النص جاية. بسم الله. اوه ايتم يرفع 40. لا ما نحتاج. اذا بلف لفل طبيعي هو لفلي عليه للآن، أشوف إنه كويس يعني ما يحتاج. بس الشخ شخ 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 هذه أحفظها وخلاص. ما عليك يا مشعل، عندي يقولون صوت معك. لا البث كامل صوت أحمر، لأن أنا قاعد أكتب على مشعل وأنا أقول عندي. هي سمعتني أصلا وأنا أقول عندي. قوة يا شايب، قوة يا شايب يا أسطورة. طلعت من عبق الشخشخ. اطهرها. طير؟ لا ما طارت. اذا قربت بتطير صح؟ اوكو كان باقي لها شوي. الطعناويه وعطها حبه، عطها حبه. طحب. نعم بسم الله. لا صدقني ما كانت طمع، كانت قراءة مشهد. بالعكس كان اللي في بالي اني بسوي دوجة ضرباتها وبهيل، ما كنت بضرب، ابغى اضمن. بس ما عليه ما عليه، حلوة المحاولات الحلوة. بس بتبدأ المباريات، تبدأ صرخة اللاعب. هو صرخة اللاعب تقريبا كذا، بس انا ما عليت صوت اللعبة، ولا غالبا بتسمع نفس الصوت. خوفت الحمر؟ لا صدقني مطمنين، لانه في فزان ما اعرف منه اي شيء، لانها تيجي وتاكلك. بس سوسة سوسة سوسة. وصلت فاز ثاني. نعم وصلت، ولتني ما وصلت. أول مرة سبنت أكلتني على طول. بسم الله. اللي بعد اللي بعد اللي بعد. جلدي جلدي جلدي. باقي تقول لي سوو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 و 6 دقايق. هذه فيها قمار. عليكم السلام يا بلو. وين المكاسية؟ هذه الأولى أظن. المانجو المانجابيكو. أنت ويلكم يا حيو. هلا
بس اللمحة اللي خدتها على الفيز الثاني غير مباشرة لأنها تطير. أنا بالنسبة لي ما طار طير إنه ارتفع إلا كما طار وقع. زي كذا. هذا الشرح اللي أنا قاعد أشرحه. شرح اللي قاعد أقوله. معليش. هي بتقع عليك. نعم. زي ما صار في الفيز الثاني قبل شوي. فعلا هذا اللي صار. وقعت على عيني. تطير تسمك. لا 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 لا. ليه أنا أشوفه بعيني. شخات كثيرة ورا بعض ما أحبها. شخات كبيرة ورا بعض ما أحبها. تراك يلا الحين. شكل فلوسنا بتطير. هو بتطير أكيد بشكل. كم ليفل 132. أحلى شيء يجي بوس يأدب الشاي بيظهر مستواه الحقيقي. نعم. السبعة وستين بوس اللي شفتهم قبل ما كانوا يظهرون المستوى الحقيقي، هذا اللي تظهر بس. بسم الله على بركة الله، تعالي بس 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 بس. أح. رغم أن هذا أكثر من عنفني بس هي إلى الآن أمتع شيء لأن ما حسيف. تذكرني بسكر على طول. اللعبة التي صنعت بحب. اصبري برجع يمين برجع. كنت بسوي ور 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 يمين يسار يمين يسار بس شكلها ما تنفع. انا حاولت اجربها قبل بس قلت يمكن كني ما اتقنتها شيء. اي والله هي سكر. لعبه لعبه اشوف لعبه زي هذه لعبه سافله. انا قاعد اتعنف. بكره اجيك في البث ليفل 150 واشيلها على طول. قله الادب هذه غير موجوده في سكر. تندس بلفلك يعني تندس بلفلك ما في كذا تلفيل بزياده. لازم سكر ثاني. مشكله ختمته مرتين خلاص كفايه. احس ألعب على بوسات على التلفل. أتوقع أن قد سويتها. كنت تلعب الجنتلت. كم ليفل؟ 132 أو 34. مش قلت أنا قبل شوي 32 أتوقع. مالين هني فيخه أي 11 وايت أي 11 منفو 5. كنت بسوي فتح يا وردة. يا دورة دوري بينا ضلي دوري بينا. بسم الله. والله ما توقعتها قوية فعلا. يمكن انا المنفوخ مو بهي القوية ما تدري. لازم تشوفها عند الآخرين. شوفها عند واحد سيفه سريع أتوقع بيتعامل معها بالشكل المطلوب. بس ما أدري عن الفيز الثاني الصدق. مساكية. لازم توقت الصرخة. هذا بالنسبة لي أهم من الفوز. إنك توقت الصرخة على الطعنة. بسم الله. انت هلا. كل صرخاتك عندي. وترقب المزيد. ايه زيادة بعدين. ان شاء الله يعني.
يلا عدنا عدنا. هلا تعالي. صوت سلطان؟ هذا مو بصوت سلطان، هذا صياح سلطان. مساء النور، يا اهلا وسهلا، يا ويلكم. بسم الله. بوم. حلو. وين؟ استامينا استامينا يا بوس. الركضانية يا وش اسمه؟ شو اسمه هذا اللاعب حقي؟ ألاف أسمع، ألاف أطرب إلى صوت الكمنجة. أسمع أسمع. تبغون أقرب الصوت شوي زي كذا؟ الله الله ستوب. الله، تدرون وش المشكلة؟ وهذا شيء من حظ البوسة، أن قدرات اللي تطلع بعد ساعتين بث أن اليوم ما نقدر عليه، نوقف قبل الساعتين. سمعت يا سيودن، بنوقف قبل الساعتين. ما تقول والله عشان جيت وسلمت بتوقف، قلتها قبل اشوفك. عليكم السلام، يلا حيا تعال شوف وانا اشيل البوسة. مش المار محاولة بوقف خلاص. هي وش اللي الله يا غزوة، يبدون عشر. بدت الله يشرك، احسبهم سجلوا. عليكم السلام يا بدوع. يلا يلا هذا اشغلني، ما لي شتتني. محاولة اخرية. بسم الله. محتوى البوث جي استرداد ثأري. لا تلفل بعد البث. والله شوف انا الى الحين عاجبني الوضع، ما احس ان ليفلها عالي ولا احس ان ليفلي عالي. اذا اندعست بثين ابلف. غير ان عجبني الوضع، انا شايل هم البوس اللي بعده، البوس الاخير، ما ابغى ازيد بزياده، يصير سهل. السؤال، ما اقدر اشيل اخر بوس وارجع لها؟ لا تقدر تقدر اوكي بس خلاص خلاص. بث الجاي البوس الاخير، برجع وبهين. طيب بسم الله. لا تغير البوس، ابغى افقد اللمسة عادي وارجع عيد من اول. بالعكس امتع. بعدين دش الله اكبر لمس، ترى شخ 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 قاعد سب مدوجات. بس قال لك من زمان والله ما انتبهت، ما قريت. عموما بروح اشوف ابناء الثانوي وهم يدعسون. اللي يصور حط تمرتين قدامه، يعني شوفوني انا صايم، انا اللاعب المسلم لا مسلمه. وشاء اهلا يا كوالا، بس خلاص توليت بنقفل. 65 محاوله في ساعه ونص قوي بضعفك. الله يخليك، بالله تعال البث الجاي احسب لي. اتوقع اني ببث في نفس الوقت كل يوم. ليه؟ والله وقتين ساعة ونص، وفي مباريات أبغى أشوفها تبدأ 10. فأشوفكم البث الجاي إن شاء الله، إنه يكون بكرة إذا ما سحبت عليكم. البث الجاي تعال مع الشعر، ما أحب أعطي موعد لأني بسحب عليكم. فشكرا وإلى اللقاء.